اخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. البلوك ديال اليوم الاخوان بتاريخ 8 ماي 2023. بالنسبه للناس المتتبعين الاخوان، البلاصه راه ديجا غادي يعرفوها. تبارك الله ديك الساعه كنا رشينا شويه ديال الملحه والبركه هنا راه ما تخطاش. هادي الاخوان حشيناها غير بالمنجل، نبسات شويه كرمات شويه، دابا تنزعوها ونعطيوها للحواله. نزوها غير غمرات هكايا ونعطيوها للحوالة. والله يدير خير، الله يرحمنا. من هاد البلاصة الإخوان اللي تحرتات بكري، الزرع اللي تحرت بكري وكان مقوم وواكل شوية، راه تبارك الله عطا الله شوية ديال الخير. والبلاصة اللي حرشا الرئيس الله يحفظك، كي داير؟ اللهم يسر. المهم الاخوان غادي نعطيهم، تنعطيهم غير شويه 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 الصباح وشويه العشيه. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هم الاخوان شويه دابا ديال الفراج غير تنشفوا به، ولكن دابا يعني الواحد يعتمد على العلف. الا ما دفعتيش القاصحه الاخوان راه ما غاديش توصل شي نتيجه. الله يدير الخير. هذا الاخوان تبارك الله تاهو راه بدا تيزيان، نتمنوا من الله تيسير.